الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي بفيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة يا حبايبي أنا جايبة لكم أرخص سجاد موجود في اسكندرية كلها، يعني منبع السجاد الرخيص بجد، البيع بسعر المصنع. عايزة أقول لكم إن إحنا في محطة مصر، يعني في نص البلد بين هنا وبين هنا، إحنا بالظبط في أول شارع عمر بن الخطاب، والشارع ده شارع إزيس، يعني على قمة إزيس وعمر بن الخطاب، في وش الفلاح وفي وش أبو عمر. هندخل دلوقتي، عندنا حاجات بتبدأ من 40 جنيه و30 جنيه، أسعار ملهاش حل. هندخل دلوقتي نتفرج ونشوف السجاد ونشوف أسعاره كام. بس قبل ما نبتدي يا ريت لايك واشتراك في القناة، ونبتدي بقى والدعوة الحلوة بقى إيه ليوميات أسرة بسيطة. هنبدأ بقى أول حاجة بالعتبات. العتبات دي يا جماعة عرض 50 في 80، عاملة 25 جنيه. عايزة أقول لكم أشكال كتيرة جدا تنفع لأي عتبة، تنفع عتبة أطفال عندهم تشكيلة كبيرة جدا لأوض الأطفال، وعندهم كمان أشكال تانية. بصوا بقى أبوه والأميرات وحاجات بتاعت عالم ديزني كلها، والألوان حلوة جدا. وكمان عايزة أقول لحضراتكم إن ظهرها كمان كتان، يعني اللي هو مش بيتنسل، تمام. حاجة جميلة وتشكيلات جميلة جدا. بصوا بقى في واحدة كبيرة تانية اهي، دي ب75، دي متر في متر ونص، متر جميلة جدا طبعا، برضو تنفع طبعا لأوض الأطفال. تعالوا بقى نشوف حاجات تانية كمان، غوامق. بصوا بقى هقول لكم السعر بقى دلوقتي. على فكرة دي ناعمة، متر في متر ونص، عاملة 65 جنيه. متر في متر ونص، عاملة 65 جنيه. بصوا بقى دي أكبر منها شوية، عاملة 100 جنيه. دي متر في 2 إلا ربع، متر في 2 إلا ربع. أشكال كتيرة جدا وحاجات جميلة جدا. في بنيات، وفي على فكرة ألوان تانية وأشكال تانية كتيرة قوي. تعالوا بقى دلوقتي نروح لمشايات المطابخ الطويلة بقى. دي عندنا مثلا حاجة على فراولات، وحاجات بقى حلوة تانية بقى، وفي حاجة على معالق. دي 70 في 200. بصوا يا جماعة، ولو عايزة ممكن تحطي في طرقة طويلة كمان تناسب الطرقة الطويلة. دي يا جماعة 70 جنيه، دي ب70 جنيه. حاجة من الآخر، حاجة فاخر من الآخر. بصوا الجمال بقى، الأوض الأطفال كمان، دي كمان بيضاوي. فرجنا يا حاج، فرجنا ب55. بصوا يا جماعة دي ب55 بس، تحطيها في أوضة نوم أطفال في أي مكان ب55. والظهر بتاعها أهو، الظهر بتاعها ده تمام. إيه تاني يا بابا؟ تعالوا بقى نشوف الحاجات التانية. دي ايه بقى دي؟ دي متر. اجيلك من هنا؟ لا دايما. ماشي. متر ونص في 2 متر و30. عاملة 140. بصوا بقى الشكل بقى، بصوا المنظر بتاعها، 140 جنيه بس. زي ما قلنا طبعا كبيرة جدا، كبيرة وفي اشكال والوان. بصوا بقى الاشكال بقى، فرجنا يا حاج كده. بصوا بقى الاشكال وجمالها بقى، فناجيل بقى واخر دلع. بصوا لو اوضه عيالك كبيره، بصوا ايوه سيبها دي يا بابا شويه. بصوا الجمال، لو اوضه عيالك كبيره ولا حاجه، اخر جمال، اخر جمال وحلاوه. ربنا يبارك لك. في ايه تاني يا بابا؟ في عنده حاجه ب 40 جنيه. تعالوا بقى كمان، لسه المفاجآت. بصوا بقى، انها لعبه، انها لعبه ومشايه، يعني ابنك يقعد على الارض، السلم والتعبان، ابنك يقعد ما تقلقيش، يبقى قاعد ويلعب كمان اللعبة. ايه اللعبة اللي بيحبها؟ وفي كمان حاجة زي صاروخ كده. كل ده ب40؟ كل ده كان في كام؟ متر في متر و40، متر و30 تمام. وعندك اهي كمان، دي برضو تنفع لأوضة الأطفال ب40 جنيه بس. أرخص سجاد في اسكندرية ويمكن في مصر. لو حد جه من مصر عارفين المكان يا جماعة، تيجوا هنا ان شاء الله ارخص اسعار من الاخر بجد. بصوا الجمال بقى والحلاوه بقى، بصوا اشكال والوان، حاجات روعه، حاجات روعه، اشكال والوان. بصوا كمان دي اللي عليها حروف، دي بصوا اللي عليها حروف دي اهي، 40. اي حاجه ب 40، يعني تقدري كده
تخلصي بيتك كله بحاجات بسيطه جدا وباتمام بسيطه. طيب دايما انا بجيب لكم الحاجات اللي اسعارها حنينه وفي نفس الوقت تكون شيك وشكلها حلو. تمام، تعالوا بقى دلوقتي نشوف حاجه تانية يا حاج. يلا تعالوا بقى نشوف ايه تاني. بصوا بقى، دي اوضه اطفال، الظهر بتاعك التاني، الظهر بتاعها كتان قماش مش بلاستيك ولا خيش. ايوه، كلها على بعضيها الواحده ب 150. ب 150؟ بصوا دي كام في كام يا حاج؟ هي متر و40 في 2 متر. متر و40 في 2 متر. بص في منها اشكال تانيه ولا هو الشكل؟ هتيجي هتلاقي حاجات كتيره جدا، بس هي بتاعت اوضه اطفال زي ما حضراتكم شايفين ب 150 بس. حلوه كبيره، رسمتها حلوه. طب وفي الغسيل تبقى حلوه برضو؟ الظهر كتان يعني ما تقلقيش. أيوة. ما تقلقيش من الغسيل او اي حاجه. بصوا الجمال بقى اهي يا جماعه، اهي ب 150 بس، اخر حلاوه. طبعا منظرها جميل جدا واشكالها حلوه قوي، وطبعا ب 150 بس. بصوا بقى السجاد بقى الجميل بقى ده ب 330، ده يا جماعه عرض رمضان. ده النساجون الشرقيون نازله، العرض ده عرض شهر رمضان. بصوا جمالها، دي فتله حرير على فكره، 160 في 2 متر 20، وفي على فكره مقاسات اكبر كمان ب 330 بس، متخيلين؟ كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب. هنا بصوا يا جماعه 330 بس، ده عرض شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. يلا بقى على العيد بقى، هنهيص كلنا على العيد ونفرش بيتنا جديد في جديد وبارخص الاسعار. طبعا متابعيني برده من خارج اسكندريه لما يجوا ان شاء الله يشرفونا برده هنا باذن الله، عشان انا بجيب لكم من الاخر. بصوا الجمال. في ايه تاني يا بابا؟ فين بقى دي؟ تعالوا بقى افرجكم بقى. لسه بقى ماشي، تعالوا ندخلوا بقى. في برضو حاجات تانية عندنا اكبر شوية. بصوا يا جماعة، يعني دي كانت ب 950 بقت ب 500 بس، متخيلين؟ تعالوا نشوفوها جوه واشكالها وجمالها، كل المقاسات كل الخامات موجودة. حاجة بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال، هي تتحدث عن نفسها يا حاج، هي بتتحدث عن نفسها. 2 في 3. بصوا الجمال في على بنيات بقى يا حاج. اه لا، هو كله موف رصاصي، كله الاصل رصاصي وموف. تمام تمام. بصوا يا جماعه بقى الجمال بقى، طبعا انا شايفه الالوان دي هي اللي طالعه موضه السنه دي وكبيره جدا. لو عندك ريسبشن كبير ب 500 بس، صح كده؟ ب 500 بدل 950. احنا هنا بنحطم الاسعار، عايزين كل الناس تفرش على العيد احلى فرش. طبعا جوه في المكان في حاجات كتيره واشكال كتيره واذواق كتيره جدا. ماشي، في ايه تاني بقى؟ ده بقى بايه ده؟ ده بالمتر؟ اه اه، المتر بتاعه عامل 50، عامل 50 جنيه المتر بتاعه. تمام، اللي اقل منه اللي هو 80 ب 40. امال ده قد ايه؟ ده متر كام؟ ده متر ب 50. ب 50 تمام، واللي اقل منه ب 40. تمام، الاكبر منه ب 60. تمام، واللي اكبر ب 60. تعالوا يا جماعه، تعالوا اتفرجوا وملوا عينيكم بالحاجات الحلوه. بصوا بقى اسكندريه بقى وجمالها والحاجات اللي فيها بقى. بصوا بقى، ده كده موكيت اطفال. بصوا الجمال، ده موكيت اطفال يا جماعه. المتر منه عرض 60. اه، المتر ب 35. عرض 60 المتر ب 35 بس. بصوا الاصل، انا هوريكم دلوقتي حاجات بجد والله هتزعلوا. انا مش ماشي غير لما اجيب حاجات منها. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا 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 بقى، انا تعباك يا حاج وانت صايم، كل سنه وحضرتك طيب. بصوا بقى الجمال يا جماعه بقى، جددي بقى يا ست البيت بقى على العيد بقى، وفرحي ولادك وفرحي نفسك كده، وربنا يا رب يشيل الغم عننا يا رب. في ب 45 وفي ب 55. بصوا الجمال بقى، بصوا الحلاوه، اشكال والوان كتيره. في ايه تاني بقى؟ بصوا بقى بو. بصوا كبيره قد ايه دي؟ دي ب 500؟ لا، دي بكام؟ نص ال 500. دي ب 250؟ اه ان شاء الله. دي كام في كام؟ 170. دي 100 متر ونص. في 2 متر ونص؟ بصوا يا جماعه دي ب 250، نص ال 500، بنجيب من الاخر احنا. بصوا الجمال، في منها اشكال عشان لو حد عايز يجي يجيب اشكال ثانيه. في اشكال ياما. طيب تمام، يعني مش اوض اطفال بس. تمام، بصوا بقى تعالى افرجكم برده. تفرش اوضه انت؟ تفرش اوضه دي،
دي زي حافظه كده حاجه خفيفه شويه دي موكت. موكت ده أيوة. بس ايه ايوه ماله بقى الموكت ده دي ب90 كام في كام متر و40 في 2 متر و40 في 2 تمام وفي طبعا اشكال والوان بقى أيوة. مش عايزه اقول لكم بصوا اشكالها بقى يا جماعه ادي اشكالها بقى معانا بقى دلوقتي يعني دلعي بيتك بقى على العيد بقى دلعي بيتك وافرحي مقاسات كبيره اهي بصوا المقاسات الكبيره دي حجم 250 اي حاجه في اللي فوق دول يا اللي تحت 90 ايوه من اول الاحمر ده لغايه ما احنا ماشيين البيج ده ب 250 جنيه بس 2 في 3 الا ربع 2 في 3 الا ربع بصوا الالوان كلها اللي انت عايزاها على بنيات على احمرات وفي تشكيله كمان جوه واللي تحت ده 90 بصوا اشكال ال 90 بصوا بقى دي 2 في 3 دي برده كبيره برده دي بقى الستايل القديم دي بكام دي 325 بس بصوا يا جماعه 325 مترين في 3 2 في 3 وبرده في الوانها الالوان بتاعتها موجوده تمام تمام ربنا يبارك لكم انا والله تعبتكم ربنا يديكم الصحه يا رب يجعله في ميزان حسناتكم بصوا بقى تعالوا لسه بقى في حاجات تانية احنا قلنا الجزء ده كله ب90 الجزء ده كله ب250 عندنا هنا 340 حاضر يا حبيبي في كمان هنا حاجات كده دي تنفع للمساجد دي ايوه دي بتاعه المساجد دي كام 160 في 203 تمام دي ب200 جنيه عشان لو حد عايز برضو يتبرع يا جماعه يبقى عارفين إن وكمان في حاجه بقى عايزه اقول لحضرتك لو حد جاي يتبرع للجامع اعملوا له خاص ربنا يبارك لكم ايوه يا حاج الله يخليك ايوه ان شاء الله الجوامع ترجع ان شاء الله نصلي فيها تاني باذن الله في كمان اهو بقى يا جماعه بقى بصوا ده كمان بس ده ناعم شويه ده مش كده ده على حرير ده النساجون يا حاج بصوا يا جماعه ده ب 250 235 235 بصوا كبيره ازاي دي كام في كام متر ونص في 2 وربع تمام تمام ايوه في ايه ده بقى ده اللي انت جايبه ده بصوا بقى ده بالمتر بقى المتر بكام ب65 اهو لو عايزه بقى طرقه طويله وفي برده منها اشكال والوان تمام زي الفل بصوا بقى شفتوا بقى الجمال بقى والحاجات الحلوه بصوا كمان في كمان تشكيله تانية اهي في بقى ده فتلة حرير 2 في 3 عندنا 625 2 في 3 فتلة حرير يا جماعه وادي اشكالها اهي بصوا في ده كمان 630 اللي قلناه في اطقم حمام ودي المفاجاه دي المفاجاه بقى عايزين ايوه نشوف المفاجات هات الوش يا حاج على مهله بصوا دي ده طقم حمام ده طقم حمام طبعا مش هيبقى موجود في اي حته بكام بقى ده؟ ب 50 جنيه يعني انت لو عروسه تعالي بقى جهزي من هنا بقى ب 50 جنيه بس طقم الحمام بصوا بيلمع كده وحلو من الظهر جلد ايوه هو عشان الحمام طبعا جلد كمان طبعا يا حاج بصوا يا جماعه في الوان عشان لو العروسه عايزه الوان يا حاج بصوا الوان تانيه اهي ب 50 جنيه بس 50 جنيه بس في الوان تانيه منه تمام احنا بنوريكم عينه وبس هو في الوان تانيه منه طبعا في سجاد كتير جدا في ده هو ده بيبقى اسمه سجاد ايه؟ اسمه ايه؟ كوليكشن 2 في 3 ب 400 25 2 في 3 كوليكشن ب 425 شايفين السجاده كبيره ازاي؟ والحاجه اسعارها حلوه ازاي؟ يعني انا فرجتكم كده عملت لكم جوله كده في حاجه جوه ثانيه في حاجه عليها اسعار ثانيه تعالوا بقى نتفرجوا على العروض لسه بقى هنا هنقول طبعا العنوان دلوقتي كامل الحاجات اللي هناك دي الفوشيا دي احنا قلنا الفوشيا اللي هناك دي بكام يا حاج؟ انا ودي؟ كبيره؟ الكبيره او الصغيره؟ الصغيره بكام؟ دي الصغيره دي هتعمل 200 200؟ تمام بتعمل 200 تمام يا حاج تمام بصوا يا جماعه السجاده دي ده ايه بقى؟ دي موكيت بس الجهاز كام موكيت؟ موكيت سجاد بكام؟ ب 250 250 يا جماعه دي كبيره جدا بصوا الاحجام بتاعتها كبيره ازاي حاجه اخر جمال ودي طبعا مشايات اهي بتاعت المطبخ بص الالوان بقى وجمالها
دي ب 250 كام في كام يا استاذ؟ 2 في 3 الا ربع. 2 في 3 الا ربع، حاجه يعني تجيبي بصراحه يعني فاخر من الاخر، صح كده؟ ربنا يبارك لكم يا رب ويوسع عليكم. الظهر بتاعها لباد، مش عارف بص يا جماعه الظهر بتاعها اسمه ايه؟ لباد. لباد يعني ايه بقى لباد؟ لباد يعني احسن بيلبد. من احسن من السجاده. احسن من السجاده يعني مكت، واحسن من السجاده كمان. اخر جمال اهو، بصوا يا جماعه بصوا بقى الشكل، عايزه افرجكم على المناظر وجمالها. حاجات بقى ايه؟ بصوا بقى، بصوا المناظر. على فكره دي نقشات جديده برده. بصوا النقشات احمر وفي على بنيات وفي على رصاصي، كل الالوان. 250 جنيه بس السجاده دي كلها ب 250، تفرش ريسبشن يعني ايه واجري فيه. تمام، ربنا يبارك لكم يا رب. تعالوا بقى افرجكم عشان لو عايزين برده مشايات صغيره كده للعتب. دي بقى بكام دي؟ ده فرد، ده ب 60 جنيه. ده ب 60 عشان بيستحمل بقى وكده، والظهر بتاعه حلو برده. تمام، في العتبه اهي، دي ب 40 العتبه دي. دي اللبان. ايوه دي ظهر اللبات برضو، عامله 60. تمام تمام، في الوانها طبعا، والوانها بقى زي ما انت عايزه بقى، في منها ممكن تحطيه في المطبخ الاطفال. كل حاجه موجوده. بصوا دي بتاعت اطفال اهي، جميله قوي برضو. دي برضو نفس المقاس ودي اعرض دي صح؟ اعرض شويه. دي عامله 45. دي 45. دي طويله يا استاذ ولا صغيره؟ متر ونص. متر ونص تمام. او متر وربع، معلش، او متر وربع. دي 80 في متر وربع برضو. ايوه دي بكام؟ 60 جنيه. دي ب 60 جنيه بس متر. دي اعرض شويه مش كده؟ اعرض ب 60. ظهر اللبات برضه. ظهر الكتان ماشي. تمام، ندخل بقى على سجاده العرايس بقى التركي الجميل باشكاله والوانه. عايزه اقول لكم ان دي مساحتها مترين في 3، 2 في 3، ودي اشكالها على فكره اي واحده فيهم ب 1000 جنيه. وطبعا في اشكال تانية اصغر هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم باسعارها ان شاء الله. وكمان استنوا مننا جولة في المحل التاني، استنوا بقى الجزء التاني بإذن الله، هنعمل جولة كبيرة جدا للحاجات بقى اللي هي ايه الستايل خالص. ان شاء الله استنوني بقى. بصوا بقى الأسعار بتاعت دي يا جماعة، دي مثلا 650 ب 800، وفي 570، 450، 470، 450، 450. استنوني زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله الجزء الثاني هتشوفوا حاجات احلى كتير 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 للعروسه، كل حاجه بتتمناها العروسه هنشوفها ان شاء الله. خليكم بقى معانا في الجزء الثاني، بس يا رب بقى يا ريت بقى اكتبوا لي في الكومنتات ولايك واشتراك في القناه. اهو ده الجزء ان شاء الله، ده المحل الثاني. استنونا بقى في الجزء الثاني يا حبايبي، واتمنى منكم الدعوه الحلوه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.